ايمن، الموضوع دوت في ناس بتعرف تلعبها بتجدها قوي وفي ناس ما بتعرفش تجدها قوي. هاني قدام فتحي ما تبقاش حل هجومي كبير، هتبقى ناحيه دفاعيه شويه، هتكتفك شويه، لكن انا بقول لك عن تجربه. طب وحيد ومعلول؟ معلول عنده قدرات هجوميه عاليه جدا وبيعرف يلعب في الجناح كويس جدا، لكن دي مش معناها كده برضو انا مع يوسف انه يبقى انه يلعب دي على طول بصفه دايما. لا، ده الاساس انه هو باك شمال. بس انا احنا بنقول ايه، في مواقف ممكن لو انا تجبرك. مثلا فلان مش موافق، لو الجناح مش موجود، مثلا جيرالدو مش موافق، ظروف مباراه، ممكن ظروف مباراه، ممكن مباراه إصابة. يعني عنده القدرات ليه؟ لانه اولا كراته العرضيه متنوعه جدا، بيعرف يكمل على الجون كويس جدا، عنده رؤيه في التمرير، فممكن انت تاثر عليه المسافه بدل ما كل مره بيطلع من تحت لفوق. لكن ده بقولك ده مش اساس. يعني مش اساس. يعني انه يلعب كده على طول. لكن احيانا ممكن لو لعب بظهره كتير برضه هيبقى مشكله. يعني ممكن انا بقولك عن تجارب عملناها معاه في بعض المباريات لما كنا ماسكين، بيأدي فيها كويس جدا. وعلى فكره حتى مستر جريس جروس ولا جريس اللي كان ماسك تونس، المدرب ألان جريس. ألان جريس كان عايزه فتره في ألان جريس في فتره أيوة. الجناح، وهو لعبها فتره. بس انا مش بقول ان ده علي معلول كان بيلعب في الصفاقسي. ايوه انا يعني انا اقصد مش على طول، لكن في بعض المباريات ممكن ده يبقى حل من ضمن الحلول.